أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديث اليوم عن ما هو ثمن الحرية. اليوم أو بهذا الويكند احتفال أو عيد كندا، وبنفس الوقت عيد الاستقلال في أمريكا 4th of July 4 يوليو. وهذا الاحتفال كتير كتير مهم لهذه الدول. هذه الاحتفالات كان لها أساس كتير كتير مهم، والأساس إنه هذه البلدان اتبنت على مبادئ مسيحية أخلاقية، على الحرية، حرية تعبير الرأي، حرية الدين، وحرية الآخرين، حقوق الإنسان، وكل ما طبعا يتعلق بحقوق الإنسان، قوانين تشريع غنية، وكانت العالم. طبعا إذا ذكرنا المستشفيات أو العيادات أو المدارس أو المؤسسات أو الهيئات، أنا بتكلم مش بس من ناحية مسيحية، أنا بتكلم من ناحية اجتماعية، وبرضو كمان الدول السياسية. كم من الدول اللي بتستقبل أو بتأخذ إعانات سواء من كندا أو من الولايات المتحدة. وطبعا دايما بيقولوا للحرية في ثمن، وهذا الثمن كلفت ضحايا كتير. فمثلا في شمال أمريكا كتير اللي هربوا من الاضطهاد من أوروبا حتى يبتدوا حياة جديدة، حياة صالحة، حياة تمجد وتشرف الله. وأنا بصلي كمان اليوم إنه كل المهاجرين اللي بيجوا لكندا واللي بيروحوا للولايات المتحدة أو أستراليا أو أوروبا، دايما اتذكر إنه هذه الشعوب دفعت ثمن باهظ بغض النظر شو هي هاي الشعوب اليوم. وعاوز أقول شيء مهم، دمار أي دولة عظمى أو دولة عندها قوة خارقة، دائما الدمار بيبتدي من الداخل مش من قوة خارجية. الكتاب بيقول بشكل واضح، الأمة التي تخطئ أبيدها عن وجه الأرض، البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. وهذا مهم جدا إنه الدول تكون ماشية على مبادئ المحبة، مبادئ الحق، مبادئ الرحمة، مبادئ طبعا الانتباه لكل حقوق إنسان سواء أقلية أو أغلبية. كل إنسان مخلوق على صورة الله، موضوع عناية ومحبة الله، والله بيهتم بكل نفس وبكل نفسية بغض النظر، كل الناس سواسية. لكن برضو الناس لما بتتكلم عن ثمن الحرية، احنا بنتذكر البطل يسوع المسيح اللي دفع ثمن حريتنا، وهذا الثمن غالي جدا. يقول الكتاب لأنكم افتديتم، اشتريتم بثمن، يعني لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. ثم يقول الكتاب لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي لله. بتذكر من فترة لما كنت رحت للرقة وشفت السوق النخاسة، سوق العبيد، وين كانوا يبيعوا الفتيات وبيعملوا مزايدة عليهم. طبعا شيء بيخلي الإنسان يتقيأ إنه ناس بتستخدم الدين حتى تقوم بهذه العملية. لكن في كتير ناس كانوا يشتروا الفتيات ويحرروهم، لكن المسيح عمل شيء أكتر. المسيح افتدانا من لعنة الناموس وجعلنا أولاد وبنات للرب بالتبني حتى نصرخ يا أبا الآب، إذا لست بعد عبدا بل ابنا. فالمسيح مش بس حررنا وهذا شيء جميل، المسيح جعلنا أولاد وبنات للرب، لنا الحقوق والشرعية الكاملة كأولاد وبنات الرب. وهذه الحرية قال عنها يسوع المسيح، من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هذه الحرية أحباء من خلال كلمة الله،
وتعرفون الحق والحق يحرركم، لأن من غلب منه صار طبعا عبدا له. فالمسيح مش بس بيحرر يمكن من السلطة السياسية الدينية الاجتماعية، من التقاليد البالية الباطلة، من الماضي، من كل ما هو ماسكنا في هذا الماضي. المسيح بيعطينا حرية كاملة لأنه دفع ثمنها هو بنفسه. مكتوب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. هذه الحرية كلفت دم يسوع المسيح حتى أنت وأنا نكون أحرار، حتى أنت وأنا نكون أولاد وبنات للرب، حتى أنت وأنا نحصل على الحياة الأبدية وأسماءنا تكون مكتوبة في سفر الحياة. طبعا الحرية هو لست أفعل ما أريد بل أفعل ما يريده الله مني. هذه هي الحرية الكاملة. فلا تصيروا الحرية فرصة للجسد. عشان هيك أحبائي، العالم اللي بيحتفل اليوم سواء بالاستقلال أو بيوم عيدها بيتذكروا ماضيها وتاريخها العريق اللي تأسس كله على مبادئ أخلاقية، مبادئ مسيحية. لكن نفس هذه البلاد تحتاج إلى صلاة. محتاجين أن نصلي من أجل كندا، نصلي من أجل الولايات المتحدة، حتى الرب يباركهم ويفتقدهم بسلامه، لأنه بسلامهم وببركتهم أكيد العالم راح يتبارك. لكن إذا أنت مقيد بأصفاد وأغلال العبودية، تعال إلى المحرر الأعظم، تعال إلى يسوع المسيح. على فكرة إذا محتاج صلاة أو مساعدة روحية من فضلك، يعني لا تنتظر، الآن صليها أو ابعت رسالة يقول أنا محتاج لمساعدة روحية. الرب يباركك ولا تنسى أنك تشارك هذا الفيديو.